السيدات والسادة اهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد، حلقتنا هذا المساء نقسمها الى محورين، المحور الاول نخصصه لفتح الحدود واثرها على الصناعة والتجارة اردنيا، وفي محورنا الثاني نرصد ردة فعل الاعلام الاسرائيلي ازاء الموقف الاردني من الباقورة والغمر. تعود الحركة التجارية بعد فتح معبر جابر نصيب بين الاردن وسوريا بطيئة بعض الشيء. الا ان دلالاتها وانعكاساتها المتسارعه يمكن ان تحدث تحولا نوعيا في العلاقات التجاريه بين البلدين وتم افتتاح المعبر في الاسبوع الماضي وسط حاله من التفاؤل في الاوساط الاقتصاديه بين البلدين امتدت الى لبنان والعراق خاصه بين التجار والصناعيين الذين اجبروا خلال السنوات الماضيه على اللجوء الى الطريق البحريه الاطول والاكثر كلفه كيف يرى البحاره وسائقون حركه التجاره والصناعه بعد فتح معبر جاب النصيب الحدودي؟ نشاهد سويه. الحمد لله اللي فتح الخط ومشت الامور وتحركت العالم، العالم كله تحركت والاهل الرمثه بقوا يعني جاضين من تسكير الخط، يعني قعدنا ست سنين سبع سنين احنا بسجن. فتح الخط الحمد لله رب العالمين مشت الامور ونشكر سوريا، المشاكل بتواجهنا الازمات. الازمات يعني ايش جنان الازمات الازمه اللي على باب الحدود والحمد لله الامور قاعده بتمشي اول باول الامور رجعت طيبه بسوريا والحركه التجاريه رجعت كالمعتاد بس المنعانية بالحدود تسع الدوام من الثمانية للساعة أربعة مساء وما بقدش السيارات لأنه كثير في زيارات كثير يعني مش تصورهاش أنت بعقلك الحمد لله الحركة التجارية رجعت تمام والأمور تمام وما بنعانيش من اي مشاكل بس من انه التاخير باب الحدود الاردنيه بس هذا التاخير ولا الامور تمام والحمد لله كل شيء الدوام تمام الدوام 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 والدوام الدوام الرسمي يعني مش الدوام مش ضابط من الساعه 8 للساعه 4 احنا سفريات عمان الشام والناس كثير يعني على باب الحدود الحمد لله رب العالمين اللي رجعت سوريا بخير وسلام لينا وصلنا نرجعنا على خطنا الاصلي خط الشام بيروت صرنا نشتغل عليه والحمد لله الحركه كويسه وممتازه بس اوقات الدوام من الثمان الى الاربعه ما بكفي للازمه هاي كليات اللي بتروح على سوريا هاي كليات السيارات قاعده تنزل من عمان للشام ثمان ساعات ست ساعات ما بيقدوا نروح على الشام ونرجع للخوض بتفاصيل أكثر في هذا الموضوع نرحب بضيفينا الكرام الأستاذ عبد السلام ذيابات رئيس غرفة تجارة الرمثة أهلا وسهلا أهلاً بك وأيضا الصناعي الأستاذ محمد صغير أهلا وسهلا أهلاً بك نبدأ بالحديث عن تقييم أثر فتح الحدود على الحركة التجارية الصناعية لربما من المبكر أن نتحدث بذلك ولكن لابد وأن نشهد تحركا ولو كان قليلا وكيف يمكن أن نقيم تأثيره أبدأ معك أستاذ عبد السلام أختي العزيزة أخت غدا أنا أول أول شيء بدي أشكرك، أشكر محطة رؤيا وبرنامج نبض البلد، وأنتم إن شاء الله دائما لكم من اسمكم نصيب نبض البلد. صدقا أنا الحدود فتحت في 15-10-2018 ضمن احتفال رسمي اشهر فيه وكانت فيه تقريبا 106 محطات اعلاميه ومن ضمنهم رؤية نعم طبعا هاي ما اجت من فراغ يوم 15 10 هو يوم تاريخي بحياه كل اردني اقتصادي حتى ان كان غير اقتصادي يوم يشهد له التاريخ بانه انتعاش للاقتصاد الاردني والسوري ما اجى من فراغ احنا شغالين صدقا هلا بدنا نحكي انه احنا شغالين من 2017 على اعاده فتح الحدود الاردنيه السوريه لا. زرنا زيارات مكوكيه كانت الحدود مغلقه ننزل بالطائره بال2017 نزلنا مرتين وبال2018 نزلنا ثلاث مرات الى ان وصلنا الى فتح الحدود الاردنيه السوريه واللي شفتوه انتو يوم 15 عشرة وكانت كاميراتكم موجودة بحدود جابر كان الفرحة اكيد شاهدتوها غامرة الشعب الأردني كاملة وغامرة خصوصا محافظات الشمال اللي أنت بتعرفي نعم. أنه هذول أغلقت عليهم الحدود منذ خمس سنوات وللأسف هي كانت مؤثرة جدا على الاقتصاد الأردني ومؤثرة جدا على الاقتصاد في محافظات الشمال والرمثة خاصة إلى أن كادت السفينة أن تغرق بنا ولولا أنه حكمة قيادتنا الهاشمية وحكمة أبناء الرمثة وصبرهم لكانت فعلا السفينة قد غرقت نعم. الحمد لله بدأت الحدود في ذاك اليوم كان الاحتفال بأنه الإخوان السوريين جايين لعندنا على حدودنا الأردنية في جابر استضفناهم أصرينا عليهم بتعرفي الشعب الأردني عودنا سيدنا وقيادتنا الهاشمية على كرم الضيافة فإحنا يا إما بنغلق الحدود يا إما بتتفضلوا أنه تتغدوا عندنا بالرمثة فواجبهم لازم يأخذوه كما أكرمونا في دمشق طبعاً وفعلا لبوا الدعوه ومن ثم رجعنا كما استقبلوا ودعوا ووصلنا معهم الى دمشق نفسها ورجعنا نعم اشكرك استاذ محمد انتقل اليك في ظل كل ما ذكره استاذ عبد السلام الكريم عطوفته يعني اشار الى انه هذا التاريخ بالتحديد كان يوم انتعاش للسوق الاردني وهذا اليوم يحمل الكثير من الفرحه والكثير من الامال والتفاؤل بيعني ما هو قادم للافضل ك... قطاع صناعي هذا القطاع الذي يعاني مثله مثل الكثير من القطاعات ويعني لديه الكثير من الاختلالات والمشاكل والتحديات والصعوبات وكل ذلك ما مدى التأثير حتى اللحظة بعد انقطاع دام لمدة ثلاثة سنوات هل تعتقد أن التأثير الإيجابي سيأتي مبكرا أم أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت والعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم مرة ثانية على الاستضافة في هذه القناة الأردنية اللي بنعتز فيها جميعا الحقيقة احنا يعني القطاع الصناعي هو جزء من الاقتصاد الاردني وكما عانى الاقتصاد الاردني بكل قطاعاته من اغلاق كل الحدود اللي حوالينا مش بس الحدود السورية كانت نعم احنا كانت الحدود العراقية عندنا مغلقة، الحدود السورية مغلقة بالتاكيد القطاع الصناعي هو اكثر الذي عانى من كل القطاعات بحكم انه هو قطاع منتج وبالتالي هو قطاع مصدر واي بي سي التصدير يكون في عندك منافس حدودية عشان تقدر تطلع بضاعتك فيها يعني نعم. بالتاكيد احنا عندنا عمليه التصدير عن طريق ميناء العقبه عمليه شوي معقده ومكلفه فكان دائما العمق تبعنا طول عمرنا بالتصدير هو الحدود البريه، يعني الصناعه الاردنيه باستثناء بيوز بعض الصناعات المحدوده اللي بتصدر عن طريق البحر، غالبيه الصناعه الاردنيه كانت تعتمد دائما على المنافذ البريه سواء عن طريق السعوديه او عن طريق العراق او عن طريق واصبحت في آه تلك الاونه تعتمد على المنافذ البحريه 100% اعتماد على المنافذ البحرية رفع الكلف كثيرا لأنه عملية التصدير عن طريق البحر مكلف لأنه النقل من للعقبة مكلف والعقب والنقل من العقبة إلى بحكم أنه الميناء ما عليهوش يعني حركة كبيرة من من قبل الشركات فمش كتير عملية أنك تطلع منه بضاعة عملية سهل أنك توديها للموانئ إلى الأخرى نعم. الحقيقة إحنا بالتأكيد فتح الحدود كما أخ حكى أخونا العزيز كانت نقطة مهمة وإحنا صارينا بندور عليها وبنسعى إلها كقطاع صناعي منذ سنوات أكيد لأنه فعلا إغلاق الحدود السورية خنق الاقتصاد الأردني والقطاع الصناعي خصوصا وأضاف عليه أعباء إضافية فوق الأعباء الموجودة تقييم اثر فتح الحدود اكيد بدري عليه كثير لانه احنا ما لحقناش لسه نحكي. دميا لسه ما عم نحكي. ما قدرناش نعمل، ولكن للامانه اللي شفناه في اول اسبوعين مش مشجع. اكيد مش مشجع لانه احنا كقطاع صناعي بلشنا نواجه مشاكل من اول يوم، يعني يعني احنا كنا كثير سعيدين باللي صار بس تفاجانا على ارض الواقع بالتطبيق. اول مشكله عم بنواجهها اليوم كقطاع صناعي اردني عمليه. الهاند يعني نقل البضائع نتيجه ما بعرفها اعتبارات امنيه او هيك التنسيق كان على فتح الحدود، انا اليوم اذا بدي اصدر بضاعه ثرو سوريا او لسوريا في عندي مشكله اول شيء النقل، انا طريقة الاردنيه ممنوع تدخل سوريا لليوم، فانا بجيب بضاعتي للحدود السوريه بنزلها وبرجع باخذ سياره سوريه ثانيه بتكمل اذا بدي اكمل، هذا كله اعباء عم بضيف كلف. يعني احنا مي احنا بالنسبه لنا الحدود السوريه كان اهم شغله بالنسبه لنا هو تخفيض الكلف شوي علينا بس نقدر نصدر بضائعنا للبنان كسوق سوق مهم للصناعه الاردنيه بتصدر له من ل... من سوريا كنا نطلع مرات على تركيا في بعض الصناعات نستورد مواد اوليه من بعض المناطق عن طريق هاي المنطقه وجود هذا العائق وهو انا اللي فهمته انه هو دولة أردنية فارضته هذا مش سوريا م. انه بدهم اول شيء مانعين السياره الاردنيه تدخل جوا الحدود السوريه وهذه مشكله بصراحه لأنه ولكن ولكن حتى الان لا نعلم ما هو السبب الاساسي او الرئيسي وراء هذا القرار او هذا الاجراء اكيد احنا لغايه اليوم ما عندنا جواب اللي بيحكوا لنا اياه انه الموضوع امني تنسيقي ولكن احنا خلينا نقول المعلومات اللي بناخذها من شركات الشحن او من الشفرية بقول لك يا عم الحدود امنه عم نمشي وبندخل فيش مشاكل لدمشق الامور بسيطه ولكن لليوم احنا ما جواب رسمي واضح في هذا الموضوع ليش عم بنعمل هيك هذا عم بيرفع كلف النقل المشكله الثانيه اللي عم بنواجهها اليوم في الصناعه الاردنيه موضوع رسوم الترانزيت اللي فرضتها الحكومه السوريه هذه مشكله كبيره احنا عم نسمع طبعا كثير انه في رح يكون في ان شاء الله حل لهذا الموضوع بس لليوم انا اذا بدي اصدر للبنان بدي على التريلا اللي محمله 25 26 طن بدها تدفع 600 دولار 600 دولار لما تقسميها على هذا كلفة إضافية صار هذه صارت هذه كلفة رسوم الترانزيت التي تحددت بها للمرور أو البقاء في دولة ضمن خط إذا بد... مسيح أنا ما بدي أصدر على لبنان لازم أمر بالحدود لأم بالأراضي السورية مقابل مرور بالأراضي السورية رسوم بحطوا ترانزيت. رسوم مم. رسوم الترانزيت هي ما كانت موجودة قبل هذا موضوع إضافي فاليوم انا عم بتطلع كلفه النقل آه اليوم واحنا قاعدين بنحكي اليوم عن طريق الحدود البريه لم تختلف اذا بدي اصدر عن طريق البحر عنه عن طريق البر تقريبا نفس الشيء النقطه الوحيده الايجابيه الوقت بدل ما انا بتقعد الحاوي 20 يوم بالبحر قبل ما توصل لبيروت مثلا او 25 يوم عم تقعد التريلا ثلاثة ايام بتكون وهذا عامل مهم طبعا اكيد صحيح. ما بدنا ننسى في هذا الجانب بالتحديد قبل ان اعود الى الاستاذ عبد السلام كانت هناك تاكيدات من الجانب السوري هذه التاكيدات تتحدث عن تسهيلات لتصدير المنتجات الاردنيه باعفاءات تصل الى 80% من خلال المنافذ البحريه ميناء طرطوس بالتحديد هل هذه فعاله حاليا ام انها سابقه ام انها جديده ام لا وجود لها لا, لا. انا 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 وأنا مجرد, تأكيدات مجرد تاكيدات مجرد تاكيدات, تأكيدات احنا السوري. ما شايفين شيء على ارض الواقع اللي شايفينه على ارض الواقع إذا بدك تصدر في شروط معينة موجودة طبعا موضوع التصدير بنحكي فيه لجوا سوريا في مشاكل تانية بس خلينا نحكي على نقطة الترانزيت يعني النقطة المهمة اللي بتهم الصناعة الأردني كتير لأنه سوق اللبناني سوق مهم إنه كتير وصناعات أردنية كتير بتصدر له وعندنا كان مشكلة كبيرة في عملية النقل فيه خلال الأربع سنين الماضية ومصانع كثيرة خسرت زباين إلها من وراء هذا الكلام نتيجة ارتفاع الكلف <applause> اليوم كنا متأملين كتير بفتح الحدود أنه نرجع نستعيد بعض الأسواق يعني إحنا سوق العراق هيو ها بلشنا ان شاء الله يا رب تكون بدايات خير نقدر نرجع نشتغل فيه، الاسواق الخليجيه كل يوم السعوديه عم بتطلع لنا قصه جديده ومشاكل جديده عم بتحط معيقات للصناعه الاردنيه انها تدخل، فبالتالي يعني كان عندنا امل كثير بهذا المنفذ وكنا متاملين خير احنا عشان نكون شويه متفائلين وما نكونش النظره يعني سوداويه، احنا جداد يعني خمس سنين حدود مغلقة حرب طاحنة جوا في سوريا الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمهم البلد رجعت استقرت الأمور استقرت أنا بقول يعني خلينا نكون شوي صب صبورين ممكن الشغلة بدها شوية وقت وترجع الأمور العجلة تمشي وضع الطبيعي بس بالتأكيد إحنا معبر السوري معبر خطير للصناعه الاردنيه ومهم جدا ومنفذ نعم. يعني يعني كثير بيفرق مع الصناعه نعم استاذ عبد السلام يعني ما ذكره الاستاذ محمد هنا يتحدث عن هذا الشريان الحيوي ما بين الاردن وبين سوريا لربما تتفق معه فيما قاله بشان ان المشكله قد تكون في انه نحن يعني نعود من جديد نرسخ الامور من جديد نؤهل من جديد والعديد من الامور لم يتم الاتفاق عليها او يعني الخلوص الى حلول نهائيه لها ما بين الجانب السوري والاردني هل يمكن ان يكون تكمن المشكله في ذلك الان اخت غاده انا بختلف شوي مع الاخ محمد هي كانت رسوم مفروضه ما قبل اغلاق الحدود بسنوات اي رسم نحكي. رسوم مرور ترانزيت وال... رسوم ترانزيت على الشاحن الاردني وتم هاي استمرت معنا بالاردن لمده 15 يوم وتم الغائها وتم الغائها هلا لما بلشت الحدود الاردنيه السوريه قبل ما انه تفتت الحدود فكانت اللجان الاردنيه السوريه وانا كنت موجود تجتمع وعلى اساس انه احنا يا السو... الحكومه السوريه بدنا نرجع رسم مرور ترانزيت على الشاحنه الاردنيه فاحنا ما اتفقنا معهم الاخوان السوريين ومن ثم الاخ محمد بجوز المعلومات يعني هو واصليته بس ما جرب لا انا باكد لك انه انت راح ترجع كصناعي تصدر بالشاحنه الاردنيه بالشاحنه الاردنيه كما اغلق الحدود بال2013 ان شاء الله هل بدنا اياها اكيد رح انا بضمن اليوم لا. انا بضمن لك اياها لانه احنا اصلا بعدنا ما صدرنا احنا مين اللي بالاردن راح ودى سياره على حدود جابر وسواء على تركيا سواء على لبنان او على اي بلد اوروبا الشرقيه بعدنا ما ودينا احنا ماخذين وعد من اللجان والحكومه السوريه انه تفتح الحدود على ما اغلقت عليه على ما اغلقت عليه يعني اعفاء الرسوم على الشاحن الاردنيه اللي هي ال 450 دولار واللي هي كانت تسمى ضريبه مازوت اذا بتتذكرها لا انا بختلف معك انه احنا بالاردن الصناعيين مستفيدين والتجار مستفيدين وبالتالي شرايين الاردن الاقتصادي كل الاهل الوطن العربي اهلنا واخواننا وجيراننا لكن الاقتصاد الاردني السوري انا بالنسبه إلي بعده 50% على الاقتصاد الاردني إحنا لا تنسى أنه أغلقت في وجهنا سوريا وأغلقت في وجهنا العراق وأغلقت في وجهنا الخليج فبالتالي إحنا أصبحنا محاصرين إحنا بشوق أنه تفتح أي حدود من هاي الحدود الإخوان اللي إحنا كنا متعودين عليه لما فتحت الحدود الأردنية ولعلمك ولعلم الأخت غادة ما كان إشي سهل أنه تفتح بالسرعة هاي احنا كنا مستعجلين كاردنيين كقطاع خاص وهذا ما نادى فيه جلاله الملك الله يطول بعمره انه احنا بدنا نثبت دائما كان ينادي الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ولاول مره وانا رئيس غرفه تجاريه صار لي 21 سنه ورئيس اللجنة الاردنيه السوريه ولاول مره تطبق رسائل سيدنا ما بين السطور اللي بلش بالحدود الأردنية السورية هو القطاع الخاص وأثبت جدارة فيه وعلى علمك وعلم كثيرين الإخوان بأنه إحنا زياراتنا المكوكية بال2017 حضرنا مؤتمر عمار دمشق سوريا حضرنا معرض دمشق الدولي بال2018 تم لقاءات على أعلى المستويات ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع الخاص والحكومة السورية إلى أن وصلنا لهذه النتائج ما ما تشاءم كثير بالعكس انا متفائل لا هو انا, أنا متفائل يعني بالعكس اعتقد دي... بالعكس كان عم بحكي انه لربما هذه البدايه بدايه نعم. يعني ما هو يعني ولا... بدي اضيف انه كمان انت حكيت كلمه جوهريه اخ محمد انه بلد طالع من حرب بتعيد بتنظيمها 100% بتعيد بتنظيمها فلذلك احنا بعض الامور متفقين عليها الاساسيه اللي ذكرت بعض منها اللي هي بالذات ضريبه المازوت بتهمني وبتهمك وبتهم اي شيء رسوم مرور ترانزيت شايف اما ثق تماما هي الاردن فرضت عليها بال2007 كما فرضت على اي شاحنه صحيح. عربيه بال بنفس صحيح. بنفس, صحيح. بنفس الفتره خلال اسبوعين تم اعفاء صحيح. الشاحنه الاردنيه عن دون شاحنات الوطن العربي فلذلك احنا ما نكونش مستعجلين احنا نوعدنا بانه الشاحنه الاردنيه سوف يطبق عليها ما اغلق عليها نعم طيب اسمح لي استاذ عبد السلام سنتوقف الان مع فاصل قصير وبعد هذا الفاصل نعود لنستكمل حوارنا لهذا المساء اهلا بكم من جديد اذا نعود لحديثنا هذا المساء عن اثر فتح الحدود السوريه على الصناعه والتجاره قبل الفصل كنا نتحدث عن مجموعة من العوامل وعن وضع القطاع الصناعي حاليا وما أثر فتح هذه الحدود مستقبلا وما يحدث حتى اللحظة وكان هناك سؤال للاستفتاء نشرناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا السؤال كان كالتالي هل تعتقد أن الصناعة والتجارة الأردنية ستستفيد إيجابا من فتح الحدود الشمالية؟ النسب كما تظهر أمامكم على الشاشة 83% نعم و17% لا. يعني اعتقد احنا لا نختلف على هذه النتائج بانها بديهيه، فلا اعتقد ان هناك من يختلف على كون هذا المنفذ هو شريان حيوي لاقتصادنا ولصناعاتنا ولتجاراتنا بشكل عام. استاذ محمد، يعني القطاع الصناعي انت ذكرت مجموعه من التحديات والعوائق وذكرت التخوف مما قد يفرض الآن حاليا ولكن الأستاذ عبد السلام أكد إلى أن الرسوم وكل ما تحمله هذه العملية ستعود إلى ما قبل إغلاق هذا المعبر ولكن ماذا يطلب القطاع الصناعي اليوم حتى تنتعش هذه الحركة أكثر فأكثر؟ اللي حكى اخونا عبد السلام بالعكس احنا نتمناه وهذا اللي نسعى له احنا مش متشائمين بالعكس احنا القطاع الصناعي اكثر ناس متفائلين لانه لو متشائمين سكرنا زمان على اللي شفناه بهالاربع سنين اللي مرينا فيهم بس بالعكس احنا الامل عندنا قوي احنا جماعه واثقين بقدراتنا وقدرات بلدنا وعندنا قناعه تامه انه احنا قادرين انه ننتج ونصدر وعشان هيك صامدين وقادرين نتحمل كل هالضغوط اللي عم بتمر علينا بالتاكيد احنا احنا بالنسبه لنا بدنا الحركه التجاريه مع سوريا ترجع على الاقل يعني نبدا من من حيث انتهينا لانه احنا من حيث انتهينا كان عندنا شويه مشاكل مع اخواننا السوريين كنا دائما في خلاف دائم على موضوع ادخال البضاعه الاردنيه للسوريا هذه خلينا نقول استبتوها لا نحكي فيها خلينا اول إشي نخلص المشكله الاولى انه احنا نرجع ندخل بضائعنا لسوريا انه سوريا مش بس انك تدخل البضاعه إلها سوريا عن طريقها انت في اسواق ثانيه بتوصل لها عن طريق هذه الحدود هذا شريان مهم جدا فاحنا هلا بدنا يعني حكومتنا تشد حيلنا معها والقطاع الخاص يضل يشتغل على موضوع انه ترجع السياره الاردنيه تفوت على سوريا نخفف الكلف عشان الصناعه الاردنيه يقدر يصدر الرسوم هاي كل هذه الامور وانا متاكد انه قريبا راح نشوف حل لهذا الموضوع ونرجع نجد طبيعي هلا مشكلتنا الثانيه اللي احنا موجوده عندنا في موضوع الصناعه وهي بجوز جزئيه بتخص القطاع الصناعي لحاله نعم. موضوع التصدير لسوريا احنا الاخوان في سوريا على مدى سنوات طويله عندهم حمايه لصناعتهم وإحنا عندنا اتفاقية تجارة حرة بيننا وبين سوريا فالأصل في اتفاقيات التجارة الحرة أو اتفاقية التجارة العربية أنه كل الدول تكون المعاملة فيها متوازنة أنا ما بصير أن أفتح حدودي للصناعة الأردنية للصناعة السورية أو لغيرها أنا ما بحكي بس عن سوريا أنا بحكي عن أي دولة عربية بيننا وبين اتفاقية تجارة حرة ما بصير أنا أكون فاتح لها حدودي كاملة يا منتج يا صناعي في البلد اللي أنت فيه دخل للحكومة للأردن لأني أنا بحترم اتفاقيتي والدول الأخرى ما ما بتطبق معنا نفس الشيء لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعه بين نعم. الطرفين نعم وهي مش المشكله بس في سوريا في اكثر من دوله عندنا معهم هاي المشكله عشان نكون امنيين ولكن اذا بدنا نحكي هلا بس عن هذا الموضوع يا ريت نستغل هالجو الايجابي اللي احنا فيه كلنا والعلاقه الايجابيه وهالحنين بيننا وبين اخواننا السوريين بعد هالفتره الطويله وانا بعرف شو عمق العلاقه ك... على الاقل الشعبيه بين بين الشعبين السوري والاردني لانه احنا فعلا شعب واحد وامتداد واحد وأثبتت الخمس سنين الماضيات كيف الشعب الأردني يحتضن اخ إخوان السوريين في البلد هون، وهيهم موجودين وفتحوا مصانعهم وشركاتهم وعايشين جوا الأردن كأنهم عايشين في سوريا وأنا متأكد لو أي سوري اليوم حكيت معه من اللي دخل الأردن وعاشوا راح يقول لك على حسن المعاملة وعلى الطريقة اللي استقبلوا فيها في الأردن، وهذا طبيعي على بلدنا، إحنا مش متعودين يعني هذا إحنا اللي تربينا عليه في هذا البلد تحت القيادة الهاشمية طول عمرنا إحنا فاتحين بوابنا للجميع بس اليوم أنا اليوم سوريا بدها وعلى خير إن شاء الله يا رب ترجع صناعتها كلها تزدهر وترجع تشتغل مرة ثانية ونرجع نشوف الصناعة السورية زي ما كانت مش عدل اليوم أنا أسمح للتاجر الأردني أو للمصنع السوري عشان نحكي بالتاجر الأردني إنه يستورد من سوريا وأعطيه كل الإعفاءات وفي المقابل أنا كمصنع أردني علي, علي رسوم أو على شيء اسمه بسموه رخصه لا تحصل رخصه استيراد التسهيلات نعم. المتاحه نعم ل... هم اليوم اذا بدك تستورد اي اي شخص بده يستورد من الاردن بضاعه او او انا بعرف طبعا سوريا فرضت على الجميع بس على الاردن بس نحكي على بجزئيتنا لازم يحصل على رخصه استيراد ورخصة الاستيراد مش سهلة، أنا بأمانة بعرف من تجار كثير، كثير إخوان سوريين حابين كثير أنا أنا صار اتصالات كثيرة مع تجار سوريين حابين يشتغلوا مع الأردن كثير، يعني إحنا قريبين 24 ساعه بتكون البضاعه موجوده جوا دمشق يعني انت ما في يعني طيب استاذي يعني الأستاذ عبد السلام ذكر في البداية أنه كان هناك شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتم العمل على للوصول إلى هذه النتائج الحالية هل من طرفكم أنتم كقطاع يتم التواصل حاليا مع الحكومة بشكل لا أكيد. مكثف لإيصال جميع هذه النقاط لا نعم. لأنه إذا ما تم الاتفاق الآن وإيضاح الشروط ووضع الأمور في نصابها الصحيح 100%. فيجب أن تصل هذه النقاط الآن 100% لا إحنا في اتصال لوزير الصناعة والتجارة على, على تواصل دائم وعم بيسألنا وغرف وزارة الصناعة وغرف الصناعة عم تشتغل على هذا الموضوع لأنه هذا موضوع مهم أنا اليوم يجب يكون في عندي معامله بالمثل، انت زي ما انا بسمح للصناعي السوري يدخل وهذا الصح بما انه احنا عاملين اتفاقيه تجاره حرة, حره وملتزمين فيها، حقه انه يدخل بضاعته على الاردن كانه بنتج في بلده وحقي انا برضه تعطيني نفس الشروط واقدر اصدر لسوريا بدون اي شروط، اليوم اذا بدي انا كمنتج اردني ادخل على سوريا لازم اخذ رخصه استيراد، رخصه الاستيراد التاجر طبعا السوري لازم ياخذها لا. مش سهل وعم بحطوا عقبات فيها برجع بقول هم طالعين من حرب صعبة وموضوع الدولار عندهم حساس وعملية كيف أنت تطلع المصاري من البلد هم لسه في مرحلة بس اليوم دول حكومتنا لازم هذا الموضوع تحطه يعني تحط عليه ثلاث خطوط وهي بتحكي في أي موضوع لأنه كتير مهم المعاملة بالمثل عشان أنا كصناعي أردني أقدر أستفيد من هذا الموضوع تمام <applause> احنا هلا يعني تعمقنا في الجانب او في القطاع الصناعي وتحدثنا بتفاصيل كثيره ومهمه حقيقه فيما ذكره الاستاذ محمد ولكن انت ايضا يعني احنا كنا بين الفاصل عم نحكي عن اهميه الحركه التجاريه مع سوريا بالتحديد واذا كان لك ان تضف مزيدا من المعلومات على ذلك اخت غدا انا شوي يعني بالتجاره والصناعه، انا آه بالعكس طبعاً. انا الصناعه هي اخت التجاره هي بالمية. الصناعه ما عندي خلاف واقتصادي ووطنيتي كثير، بس انا دائما بحكي لا هي التجاره الحره اتفاقياتها حتى السوق الاردني اللي بده يستورد من سوريا بده رخصه استيراد بده رخصة استيراد احنا في اتفاقية في روزنامة اردنية تجارة حرة ما بيننا وبين الشقيقة سوريا بإعفاء كامل بإعفاء كامل المنتوجات من الأردن لسوريا والعكس صحيح احنا انا الاخ محمد بستغرب انه مفروض رخصه الاستيراد من الجانب السوري على البضاعه الاردنيه ما هو انا كمان كحكومه اردنيه بطلب رخصه استيراد لما بدي اجيب شايف ضامن بيعطوها دا. على السريع انه ما ما في أسأل. لا لا هلا هل... هو القانون قانون هلا هل... هم انا بدي قانونهم يحترموا قانون؟ قانوني أنا بالتالي بس اللي بتمناه من الأخوة الصناعيين بدي أعرج بس شوي وارجع لك أنا بالعكس أنا دائما نظريتي تختلف عن كل شيء، أنا بدي القانون القوانين والأنظمة بحترمها، جامعة الدول العربية بحترمها، اتفاقيات التجارة الحرة بحترمها، بس أنا بحكي شغلة إنه أي مصنع أردني انتمائي لبلدي أنا إذا في مصنع بصنع معجون أسنان وجودته عالية جدا أنا بفضله ولو بسعر عالي جدا أحسن ما أجيب معجون أسنان من ألمانيا. بس انا بطالب اخواني الصناعيين كمان بالاردن انه جودتنا تكون عاليه وسعرنا يكون منافس اي نعم احنا بلد في عندنا ضرائب كثير والله يكونوا بعون الصناعيين لكن بالتالي احنا قد اغطي على موضوع السعر بموضوع الجوده ما بقدر انا بالنسبه لي افرض على السوري انه والله خلي جودتك مثل جودتي شايف ممكن في عنده جوده بكاسه المي هاي احسن وممكن عندي كاسه العصير احسن وبالتالي العكس صحيح وبالتالي انت كمستهلك انت حره منين انت الإختيار. تشتري انت لك الاختيار ممكن تشتري بضاعه من داخل الاردن صناعه امريكيه صناعه المانيه صناعه هولنديه شايف لك الاختيار لانك بدك تختاري جوده بدك تختاري سعر فبالتالي انا بوصي لاخوان الصناعيين أنه يا اخوان احنا الجوده اهم عندنا من اي شي كان نعم صناعتنا الاردنيه بعض منها فيها جوده وانا بتذكر كلمه الله يسهل عليه وزير الصناعه والتجاره يا ابو فلاح يا عرب القضاء لما كان بده يشتري بدله من امريكا شايف اتفاجأ ولا ميد ان جوردن هذا شيء بيشرفنا بس لانها كانت جوده وبتنافس وبتنباع باسواق امريكا اما انا مش من المعقول اني أظن اصنع لهالشعب الاردني صناعه ويلا لا اليوم المواطن الاردني ما شاء الله عنه دير باله على صحته مثقف صحيا علميا كيف ما بدك، وين لقى جوده بده يشتريها هل تصل مستوى يعني او جوده صناعاتنا الموجوده حاليا الى معيار الجوده الذي تتحدث عنه ام ان القطاع ايضا يعاني من عدم وجود صناعات منافسه في هذا المجال؟ لا احنا بتراجع للاسف احنا بدانا ما قبل اغلاق الحدود الاردنيه والسوريه، انتعشنا اقتصاديا بجودتنا وباسعارنا اللي صار على الاخوان الصناعيين ما بلومهم يبدو اغلقت بوجههم كل الطرق شايف وغلقت على التجاره كمان فبالتالي صارت الجوده او تفرق لا انا هنا بجوز لي مداخله صغيره لا انا بامانه لا معلومات هنا اعتقد في لي عليها ملاحظه بالعكس اخي الميزه الوحيده للمنتج الاردني هو جودته الاشي اللي بيفرق احنا كل الصناعي الأردني الصناعات الاردنيه قادره على التصدير بس بالجوده برد السعر احنا مش منافسين فيه احنا كل في الطاقه عنا اعلى كل في العماله عنا اعلى الضرائب اعلى كل شيء عنا يعني شي اعلى بالحديث كل شيء عنا اعلى الصناعات الاخرى ابدا احنا احنا بلدوشة 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 إحنا, بلدوشة 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 احنا, كجوده مقارنه بالصناعه السوريه بدي استثني يعني ما بدي ادخل في ديتيلز بعض الايتيمز لانه في ايتيمز اكيد هم متفوقين علينا فيها بس احنا غالبيه الصناعات الاردنيه جوده هي اعلى والدليل الاسواق اللي بنشتغل فيها، احنا في العراق بدي تجربه الصناعي الاردني ببيع سعره ب 20% اعلى من المنتج السوري. اخي محمد لا تحكم لي على العراق والبلد والعراق أنت اعرف مني، العراق اليوم من عشر س... من عشرات السنوات، العراق موقفه عن الصناعه، شايف؟ ما تحكم لي عليها. لا 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 انا بعطيك انا بعطيك مقارنه بين المنتج الاردني والمنتج السوري في بعض الامور، بالعكس احنا مشكلتنا في المنتج السوري مش الجوده، السعر. احنا اليوم بندخل المنتج السوري اللي كلفه قليله على الاردن بدون جمارك وبنطبق اتفاق التجاره الحره وهو, وهو الاشي وهو لازم نلتزم فيه كدوله اخواننا السوريين مش عم بيعطونا هذه الاوبشن لا ابدا لا. انت ضمن الرزنام الاردنيه لا التجاريه انا انا بعطيك دي طبعا هو عشان دير. حتى نكون واضحين انت تتحدث هنا عن الرزنام الاردنيه هل تتحدث انت عن التطبيق طبعا يعني هو بيحكي طبعاً. انه موجود انا بعطيك نعم ولكن انا بعطيك التطبيق بدل بدل على ارض الواقع غير موجود بدل الصناعه عشرة حاولت تتصدر لسوريا وما خدوش رخصه استيراد انت بتحكي ما عن الايام هاي لا الخ... لا لا من قبل عندنا هاي المشكله على فكره من أبل قبل, الاغلاق مش... من قبل ال... من قبل الاغلاق بحترم. سور... سوريا بتحمي صناعتها وانا ما بقدر اقول لا يعني هي بلد عندنا مشكله اخرى اذا زي بدك زيك مع الجزائر ولما التقينا طلعنا بمعية وزير الصناعه مع ابو فلاح اخر فتره على الجزائر الوزير الجزائري حكاها بكل وضوح قال فش اتفاقيه تجاره حره بدك تصنع تعمل مصنع عندي انا بدي احمي الصناعه في الجزائر حكوا لنا الاخوان بتونس يعني عشان اعطي يعني المشكله مش بس في سوريا بس احنا في الاردن بنلتزم كثير تطبيق الاتفاقيات على حسابنا وعلى حساب صناعتنا احنا اللي بنحكي بالعكس انا معك الجوده هي الاساس طب ما... واللي إلا بن... إلا كان... واللي مخلي صناعتنا الاردنيه تنافس في الاسواق اللي احنا اليوم في عندنا صناعيين اردنيين بصدروا للسعوديه وبصدروا للكويت وبصدروا ل وبصدروا للامارات رغم طيب انه اذا اذا كنا نحن من ولسنا اعلى نلتزم بهذه الاتفاقيات نلتزم بها يعني احنا ما يحسب لنا اننا نلتزم بها والجانب الاخر موجوده في الاتفاقيات ولكنه لا يلتزم بها نعم. طيب ما هو الدور الاردني في ذلك يعني هو من النهايه كمان لا ما بقدر يفوت جوا الاراضي السوريه ويجبر مثلا لا بقدر يعني اعمل يعني... معامله بالمثل بضغط بنفس الطريقه احنا بدناش انا نوصل لهذا الحكي واحنا جداد لانه احنا عندنا مشكله هي مش بس ترى مع سوريا عشان ما حد... احنا عندنا مشكله هي مع مصر عندنا المشكله مع الجزائر لان هي المشكله مع احنا بمصر بمصر عندنا اتفاقيه تجاره حره المنتج المصري بدخل على الاردن نفتح له كل بواب وهناك بقول لك اتفاقيه هذا هذا فيما يخص اتفاقيات التجاره الحره وهي باب, باب واسع بحد ذاته ويحتاج الى حلقات طيب حتى نتحدث عن معبر الرمثا درعا تفضل معبر الرمثا درعا لا اخفيك يعني ما بين السطور تكلمنا فيه مع اخواننا في الجانب السوري في لهم ظروفهم الخاصه السوريين، مم. احنا بالرمثه ما عندنا مشكله، حدود الرمثه جاهزه وبالعكس كوادرها موجوده ومبانيها موجوده وامورها الحمد لله بالف خير. اذا كنا ملتمسين عذر لاخواننا السوريين اللي ما بين السطور واللي بصدري ما بقدر الا اني احكي هو في وقت لهم هم اعرف يلي لاسباب امنيه وحروب سبقت فتح حدود جابر نصيب. أه بدهم وقت أنا بدي أطمن إخواننا في محافظات الشمال وأبناء الرمثة بالذات أنه لن نترك هذا الأمر حدود درعة الرمثة حدود تاريخية أه لن, لن تترك مغلقة فبالتالي راح ترجع بس رسالة إلى أخواني بالرمثة طولوا بالكم علينا شوي في أشياء أنتوا بتعرفوها لو حسبتكم نفسكم عليها أنه الحدود البرية السورية بدرعة غير جاهزة وفي رسائل بفهموها علي اخواني بالرمثة انه يعني الجماعه اعطيهم فرصتهم <applause> الى ان يعيدوا اعمارهم بمحافظاتهم ومن ضمنها حدود مركز درعا نتامل ذلك شكرا جزيلا لك الاستاذ عبد السلام ديابات رئيس غرفه تجاره الرمثه شكرا لانضمامك الينا هذا المساء وايضا الصناعي الاستاذ محمد صغير شكرا جزيلا لوجودك